نصيحة للأسف هي حقيقة. في ناس عندهم مرض اسمه الوهم، ومصير مضطرين ندافع ونحلف إنه مش هن المقصودين. بنكون عم نحكي أو نكتب لأنه هيك حابين نكتب، يتخيلوا كل شيء قال أو انكتب هو عنهم أو إلهم أو ضدهم، بس مش لأي حد ولا ضد أي حد. لهيك أرجوكم ارحمونا من ظنونكم واتهاماتكم، بدل ما كل واحد يفكر إنه هو المقصود بكلام. إذا عندكم شيء ضد حد أو كلام هم المقصودين فيه، بتمنى يكون عندكم الشجاعة وتحكوا بوجههم. تلاشت أعمق العلاقات وظلم أنقى الناس وهدمت بيوت وخلقت الخلافات، فما بين سوء الفهم وسوء التصرف وسوء الظن، لكن سوء الفهم وسوء الظن وسوء التصرف سيقضون على أعظم وأهم علاقاتك، وقد يجعلون منك إما الجاني وإما الضحية. نعم قد نثق.